السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى لقاء جديد من برنامجكم حديث الصحافة، وفيه نتابع أبرز عناوين الصحف المحلية ونبحثها مع المختصين من الصحفيين والكتاب المحليين، والبداية من صحيفة الجمهورية. رئيس الجمهورية يثمن الجهود الخليجية لإنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن بنيويورك في سبتمبر القادم. مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء. اليمن تثمن توجيهات خادم الحرمين بتمديد مهلة التصحيح لأوضاع العمالة في السعودية. اليمن تشدد على إطلاق سراح المعتقلين في غوانتنامو لإعادة تأهيلهم. صحيفة أخبار اليوم. البيض يفرغ مكونات الحراك لإفشال باغاوم. النوبة: لا نعترف بالشرعية والسياسة الإيرانية. الرئيس المصري: حياتي ثمن للحفاظ على الشرعية. الحوثي والحراك يعطلان قرارات في الحوار، ولجنة صياغة الدستور تثير الجدل. الحوثة يوقفون حملة التحصين بساقين ويزرعون الألغام في دماج. صحيفة يمن فوكس: مسؤولون أمريكيون: أوباما يحذر الجيش المصري من الانقلاب على مرسي. نحذر من تحول الاختطاف إلى عمل للتكسب. الشيخ الزنداني ينفي مطالبته مرسي بالتنحي ويدعو الشعب المصري للالتفاف حوله. بأمر ملكي: السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة حتى نهاية العام الهجري الحالي. تحرير 14 خبيرا صينيا بعد احتجازهم في ربوع بني الخولي بمحافظة ريمة. صحيفة المصدر: ثوار إب اليوم في مليونية الغضب لإقالة السلطة المحلية وإسقاط قرار تعيين باشا. الحكومة تقر مشروع تعديل قانون الانتخابات. قادة الجيش يؤكدون على حساسية المرحلة ويتعهدون بضمان إنجاح مؤتمر الحوار والوقوف في وجه العابثين. صحيفة مارب بريس: أفراد معسكر التدريب بذمار يطردون قائدهم احتجاجا على نهب مستحقاتهم. وفي المواقع الإلكترونية الإخبارية نستعرض التالي. الصحوة نت: الرئيس المصري: لن أقبل الانقلاب على الشرعية الدستورية وندعو الجميع للحوار. الرئاسة المصرية: مصر بكل قواها لن تسمح بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف. التغيير نت. مصادر: توجه للاستغناء عن 40% من الجيش اليمني وسحبه من الحدود. عدن أونلاين: السفير الأمريكي: الأزمة الحقيقية في اليمن اقتصادية، وإنشاء منتدى عدن فكرة رائدة. فهمي هويدي: بيان الجيش انقلابا ناعما، وسلب الرئيس مرسي السلطة منذ الوهلة الأولى لإعلانه. ولتسليط الضوء حول أبرز هذه العناوين معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن الشريف. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، لو بدأنا من موضوع حديث وكلمة وزير الدفاع الأخيرة التي قال فيها أن سلاح الجيش اليمني سيوجه إلى صدر أعداء الشعب، ما مبررات مثل هذا الحديث ومثل هذه التصريحات برأيك؟ الحقيقة أنه وزير الدفاع في تدشينه للمرحلة الثانية من العام التدريبي 2013 كان يريد أن يوصل رسالة مفادها أن الجيش اليمني تحرر من قبضة العائلة وأصبح موحد القرار وأصبح قادر على حماية بقية المرحلة الانتقالية، وأنه صار جيش، لكن لا يعني أنه صار جيش قد تغيرت عقيدته في خلال أشهر، أنه صار قرار واحد، قرار الجيش قرار واحد وسلاحه سلاح واحد، لكن تغيير العقيدة يحتاج إلى وقت كبير. يعني هناك من خلال هيكلة الجيش، هناك هيكلة للقيادة فقط لم تصل بعد إلى القيادة، يعني أصبح القرار واحد، قرار الجيش واحد.
يعني تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية. هل نستطيع القول هذه رسالة تطمين؟ هل نستطيع القول الآن أن الجيش اليمني أصبح جيشا وطنيا بامتياز؟ لا، هذا يحتاج عائلة. كلمة جيش وطني بامتياز يحتاج وقت من التثقيف وتغيير عقيدته وفكره، يحتاج وقت طويل. لأنه سأضرب لك مثال الآن، لو قلنا قال أنه لا يوجه إلا تجاه أعداء الشعب، هذا كلام عام. يعني أنا لو أقول له اليوم يختلف النظام مع أي قبيلة أو كذا أو حزب ويقولوا لهم أنه هؤلاء أعداء الشعب بيقاتلهم الجيش، لكن هذا يحتاج وقت طويل. لكن هو أنا أعتقد أن الرسالة التي ستصل إلى سواء مؤتمر الحوار أو شركاء العملية السياسية أو إلى الشعب اليمني كرسالة تطمين أن الجيش صار قراره واحد تحت قيادة القائد العالي للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية، ولن يعد بشتة الولاءات والقرارات. يعني هل يستطيع الجيش الآن أن يقوم بدوره في ضبط تهريب الأسلحة التي تتوالى عبر البحر إلى اليمن؟ أعتقد هذه أيضا عملية معقدة. أنت لو رجعت إلى الماضي، الآن لم ينكشف للناس إلا الآن حجم التهريب الذي كانت اليمن نقطة توزيع للتهريب في المنطقة كلها، في القرن الإفريقي وفي الجزيرة العربية، وكان النظام السابق هو الذي يشرف على هذا الأمر، ولهذا ما كنا نلحظ شيء. كان يمثل غطاء، يعني كان كل شيء يمشي تحت سمعه وبصره، يعني كل شيء يمشي تحت سمعه وبصره. كانت الوحدات العسكرية التي تقيم في باب المندب أو في المناطق الأخرى هي تشرف على تسيير هذه العمليات، ولم تتكشف للناس إلا بعد الثورة. هذا الحجم الكبير من التهريب، سواء تهريب الأسلحة أو تهريب المخدرات أو تهريب الديزل أو تهريب المواد السمية الآن وبعد أن تم هيكلة الجيش وأصبح جيشا لا ينتمي إلى عائلة في حده الأدنى، أصبح المهربي الأسلحة يتخوفون من هذا الجيش، فأصبحت الأسلحة تتهرب إلى الصومال لتأتي بعد ذلك عبر قوارب وليس عبر سفن إلى اليمن. وهذا أيضا يقودنا إلى أمر آخر، وهو أهمية الموقع الاستراتيجي لليمن. يجب أن يدعم اليمن في جانب تطوير خضر السواحل وقواته البحرية، على أنه يشكل عامل يعني مهم في أمن المنطقة والعالم، وفي هذا المركز المهم من العالم. نعم. يحتاج الدولة إلى دعم حتى تستطيع أن تحكم قبضتها على هذا الساحل الكبير في هذه المنطقة المهمة، وتسيطر على يعني عمليات التهريب المختلفة التي يضر منها الجميع. قد ربما لا يقتصر التهريب فقط على المناطق الساحلية، هناك أيضا مناطق غير ساحلية. منطقة ذباب أستاذ عبد الرحمن، تكلمت صحيفة ماربريس أنها أصبحت وكر للتهريب في اليمن، كيف تنظر إلى مثل هذه يعني مثل هذا الخبر ومثل هذا العنوان؟ هذا ينبع من أهمية موقع ذباب على باب المندب، لكن أنا أعتقد أن هناك مواقع ومراكز أخرى للتهريب والتوزيع في الساحل اليمني ما زالت بعضها لم تكتشف إلى حد الآن، يعني ولا أعرف بها حتى خفر السواحل إلى حد الآن أعتقد، إلا الذي كان يشرف عليها من قبل، يعني يمكن المفاتيح الأسرع يعني عنده. هل معنى ذلك أن خفر السواحل والجيش اليمني لم يسيطر أو لا يحكم قبضته على الشريط الساحلي لليمن بشكل كامل؟ هذا بشكل مؤكد، بدليل أنه استمرار هذه عمليات التهريب. وقبل أيام يعني بلغ عن سفينة في ذباب، فجاءت القوة، ما وصلت القوة إلا وقد فرغوها في الزوارق، وراحت الزوارق يعني وزعتها وصلوا السفينة فارغة. فما مش الإمكانيات الموجودة عند الجيش اليمني وخاصة في خفر السواحل، ما هي يعني لا تمكنه من السيطرة الكاملة على السواحل. وخاصة إذا عرفنا أنه العصابات التي كانت تقوم بالتهريب وتحديد هذه المواقع كانت تشرف عليها الدولة نفسها، يعني مراكز قوة داخل النظام، بل أنه رأس النظام متهم فيها يعني السابق. كان شريكا في تهريب الأسلحة كما يقول البعض يعني. وكلمة شريك قليل. شريكا تجاريا أم شريكا في ال؟ قد يكون هو المشرف على العملية بكلها، لأنه ما حدش كان يعرف هذه الأشياء أبدا. كانت تمر، أنا أذكر أنه في قبل فترة لما رحنا بالحاف يعني مع مجموعة صحفيين، كان من ضمن ما توصلنا إليه من معلومات أن هناك مسؤولين يملكون
أساطيل لتهريب النفط، أساطيل تبع المسؤول الفلاني، وتهرب وتهرب وتمر عبر باب المندب للقرن الإفريقي ولا حد شيء يعلم. وهي أسطول يعني، ليست لا تهرب ولا عشرات ولا زورات يعني. طيب أستاذ عبد الرحمن، لو انتقلنا إلى الموضوع الآخر وإلى الملف الآخر في هذه الحلقة، ملف الملف المصري. مصر ساعات مصيرية، لحظات مصيرية الآن يعيشها الشعب المصري. برأيك ما هو القادم؟ أعتقد أن الشعب المصري الذي ضحى كثيرا من أجل الحرية والكرامة، ومن أجل أن يمتلك قراره واستعاد هذه الحرية والكرامة والقرار بثورة 25 يناير، لا يمكن أن يفرط في هذا المنجز الذي حققه في 25 يناير أبدا، ولا يمكن أن يعود. أنا من خلال قراءتي للمشهد ألاحظ أن الشعب المصري مصر على المضي إلى النهاية في الحفاظ على هذه الثورة وتحقيق أهدافها مهما كانت. نعم، خطاب الرئيس مرسي الأخير كيف تقرأه أنت وإصراره على التمسك بالشرعية حد قوله؟ أنا أقرأه أنه خطاب مسؤول، مسؤول تجاه من أيده وتجاه من ضحى من الشعب المصري عبر عقود حتى توصلوا إلى هذا المستوى من إنجاز بعد ثورة 25، وأيضا مسؤول تجاه المعارضين، المعارضين الذين لهم مطالب وليس المعارضين الذين لهم أجندات خارجية، الذي يقول مثلا يرجع يكمل محكوميته في السجن، والذي يرجع يقول أنه يرجع هو جماعته على أساس يتحكموا، هذا منطق سافل ولا يمكن يتقبله أي إنسان. لكن هو كان مسؤول لأنه أولا أعلن تمسكه بالشرعية التي ضحى الشعب من أجلها حتى وصل إليها وأنجزها. ماشي التخلي عن الناس بعد أن حملوه الأمانة يتخلى عليه، يتخلى عنهم، يروح فين؟ حتى وإن كان في حقنا للدماء كما يرى البعض أستاذ عبد الرحمن، لم يكن في حقنا للدماء، بالعكس سيكون فيه سيفتح المستقبل أمام مصر أمام المجهول. يعني مرسي الآن يتنحى ويسلم لمن؟ قل لي، للمجهول. هذا كلام مش معقول، لا يمكن أن يتم الانتقال السلطة إلا عبر الطرق الديمقراطية التي تعرفها عليها الناس عبر الصندوق. طيب أستاذ عبد الرحمن، موقف الجيش المصري، موقف الجيش المصري الذي ساوى بين الشرعية الانتخابية التي صعد بها الرئيس مرسي وبين الخروج الأحزاب والمعارضة، هناك الجيش أمهل الطرفين وساوى بين من يمتلك الشرعية مع المعارضة التي أيضا تمتلك جزء من الشارع، هل هذا إنصاف برأيك؟ عباس السيسي وقيادة العسكر من الذي عينهم؟ مرسي ليس كذلك، لكن يعني هم يستمدوا شرعيتهم في مواقعهم التي هم فيها من هذا الرئيس الذي انتخبه الشعب. لكن الجيش ما زال جيش يعني يمتد جذوره إلى النظام السابق، يعني ليس جيشا بتعيين وقيادات من مرسي. يعني أنا لما انقلب عليه يعني منين استمدوا، من أين استمدوا وجودهم؟ استمدوا وجودهم في هذا. لماذا لا يتم، لماذا لا يعلن الآن الرئيس مرسي إقالة وزير الدفاع أو قادة الجيش الذين أصدروا مثل هذا البيان الذي يرى فيه البعض أنه انقلابا أبيض على مرسي وقيادة الإخوان المسلمين في مصر؟ لا، الجيش المصري بعد ذلك أصدر بيان وتراجع عن اللهجة السابقة التي فيها حدية، وأعتقد أنهم الآن قد تراجعوا بعد ما رأوا أن الشعب المصري، لا أعتقد أن الجيش المصري يفكر في مواجهة أغلبية الشعب المصري، لأنه إذا كنا رأينا في ميدان التحرير وفي الاتحادية مجموعة، رأينا في معظم محافظات الجمهورية جمهورية مصر العربية أضعافهم من الذين يؤيدون الشرعية، وأعتقد أن الجيش لن يغامر بانقلاب أبيض وراء أسود. لماذا؟ لأنه إذا غامر في هذه الحالة سيواجه الشعب المصري كله، لن يواجه مجموعة. لكن الشعب الآن منقسم أستاذ عبد الرحمن، هناك منقسم الشعب، هناك في ميدان التحرير، هناك أيضا في رابع العدوية وغيرها من الساحات والميادين، هناك انقسام شعبي الآن حادث حقيقة. أيوة، بس إذا كان الرئيس قد لبى معظم مطالب هؤلاء الذين لهم مطالب، مثل ما تغيير تشكيل حكومة وطنية يعني من كل الأطياف تشرف على الفترة المتبقية وإجراء انتخابات نيابية، ومن كان له طموح في المشاركة في الحكم فليتفضل، قدامه آلية صحيحة متفق عليها وقانونية وهي الانتخابات.
ما هي الطريقة الأخرى التي يمكن أن يسلكوها الناس لكي يصلوا إلى مخرج؟ ما فيش خيارات أمام الشعب المصري بأن يختار يعني خيارات أخرى غير الانتخابات النيابية؟ ألا يوجد هناك خيارات أخرى مطروحة على طاولة الحوار مثلا أمام مرسي؟ ما هي الفوضى؟ لأنه مرسي لمن يسلم للفوضى؟ مرسي لن يسلم إلا لسلطة منتخبة، هو جاء منتخب ولن يسلم إلا لسلطة منتخبة. ما فيش سلطة منتخبها الآن، هم ما استكملوش. لا يمكن أن يدعوا لانتخابات مبكرة. أشير لك إلى نقطة مهمة، المعارضة لا يطالبون معظمهم، وإن كان فيهم ناس لهم مطالب حقيقية في الشراكة وخاصة الشباب وبعض القوى الذي هي يعني مدفوعة بحماس الثورة، هذه لبى جزء من مطالبهم وقال لهم تعالوا شاركوا في إعداد تعديلات دستورية ونقدمها لمجلس النواب القادم، شاركوا في الحكومة القادمة وتشرف على الانتخابات، شاركوا في الانتخابات القادمة ويكون يعني وتأخذوا حظهم فيها. لكن هناك منطق عدمي عند جزء كبير من المعارضة وخاصة أصحاب الفلول أصحاب مبارك وبعض القوى التي هي لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب، فهم أولا شاركوا في الاستفتاء على الدستور، بل في البداية شاركوا في الانتخابات النيابية، فلما رأوا أنه فاز فيها الإسلاميين قالوا لا نعترف بهذه الانتخابات، ثم شاركوا بعد ذلك في الانتخابات النيابية ومجلس الشورى. نعم أستاذ عبد الرحمن. ثم شاركوا في الاستفتاء على الدستور، قبلها شاركوا في الانتخابات الرئاسية، فلما فاز مرسي قالوا لا ما يعترفوا بشرعيته. لكن مرسي كما يقولون استأثر بالسلطة، هو وحزب الحرية والعدالة وأيضا حركة الإخوان المسلمين، هكذا يقولون يعني، وسبب الخروج هذا هو يعني الاستئثار بالسلطة حسب قول المحتج. من حيث الوضع ما استأثروش بالسلطة، بالدليل أنه ما زالت المحكمة الدستورية والقضاء يعني في يد النظام السابق، معظم المحافظين ومراكز القوى في ما يسمى بالدولة العميقة ما زالت من النظام السابق، لم يستأثروا بالسلطة، مع أنه من حقه كرئيس منتخب أن يستعين بمن يراه مناسبا لتطبيق أو تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي انتخبه الناس على أساسه. ألم يفت الأوان على مرسي دعوة المعارضة إلى المشاركة في الحكم سواء في حكومة ائتلاف أو حكومة وحدة وطنية أو حتى تعيين نائب للرئيس أو غير ذلك؟ هذا إذا كان الحلول التوافقية، هذا إذا كان الأول مرة يدعوهم إلى الحوار، ولا هو دعاهم إلى الحوار من أول يوم، لكن هم مش قابلين أي شيء منه، وهذا يبين لنا العدمية التي يقودون مصر إليها. أستاذ عبد الرحمن، برأيك في أقل من دقيقة، ما هو المستقبل القريب لمصر برأيك من خلال ما تشاهد من خلال الواقع؟ ما هو القادم في اللحظات القادمة لمصر؟ أنا ألاحظ أن الشعب المصري مهما كثرت عليه المؤامرات سواء من الداخل أو من الخارج لن يسمح بسرقة ثورته، لن يسمح بالعودة إلى الوراء، لن يسمح بالانتكاسة أبدا، لن يفرط في حريته وفي كرامته التي حققها بتضحيات كبيرة على مدى عقود. المحلل والكاتب السياسي الأستاذ عبد الرحمن الشريف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في حديث الصحافة، وفيها ننقل أهم المشاركات المتفرقة عن أبرز المستجدات على الساحة المحلية، والبداية من المحامي هائل سلام، وعلى صفحته بالفيسبوك أكد استحالة إسقاط نظام جاءت به الثورة، مؤكدا أن هناك عواقب وخيمة ستنتظر مصر إذا سقطت الشرعية. لو أنها ثورة إصلاح تقييم وتقويم لأمكن اعتبارها استمرارا لثورة 25 يناير مهما كانت التضحيات، أما أن تكون ثورة إسقاط فيتعذر قبول هذا. كيف يمكن تقبل فكرة إسقاط نظام جاءت به الثورة بصرف النظر عن الأخطاء الجسيمة التي رافقت إجراءات تنصيب هذا النظام؟ وإلا لأمكن القول بجواز أن تسقط الثورة نفسها. الذين يهللون لما يجري بحسبان أنه ثورة، إنما يفعلون ذلك من منطلق عدائهم للإخوان، يعميهم عدائهم عن تقدير العواقب الوخيمة التي ستلحق بمصر وشعبها. الدكتور فيصل القاسم على صفحته بالفيسبوك أكد أن الانقلاب على النظام التي جاءت به الثورة سيجعل بلدان الربيع العربي تترحم على عهد الطغيان الخوالي. تعالوا نقوم بثورة،
وإذا نجحت الثورة وذهبنا بعدها إلى الانتخابات ولم نفز فيها، فلا بد إذن من ثورة أخرى على الذين فازوا في الانتخابات كي نفوز بها نحن. هذا المنطق سيجعل البلدان الربيع العربي تترحم على عهود الطغيان الخوالي. أما الصحفي سعيد ثابت على صفحته بالفيسبوك تحدث عن مؤشرات تؤكد رغبة ضباط في الجيش بالتنسيق مع بعض الشخصيات التي فشلت في الانتخابات للانقلاب على الشرعية في مصر. ثمة مؤشرات متاحة الآن تشير إلى وجود رغبة جارفة غير محسوبة لدى بعض ضباط الجيش المغامرين بالتنسيق مع شخصيات فشلت في الانتخابات الرئاسية السابقة وعناصر قيادية في نظام مبارك المخلوع بالتورط لارتكاب جريمة انقلاب على أول رئيس مدني منتخب انتخابا شعبيا مباشرا. مشاهدينا الكرام، كان هذا أبرز ما تناولته الصحف اليوم. يمكنكم متابعة المزيد عبر سهيل نت. إلى الملتقى، لكم مني أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.